بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. توقفنا المره اللي فاتت في حديثنا في الجزء الاول لهذا الموضوع عند نقطه معينه، اللي فاكر يرفع ايده. طب قول يا اللي هناك انت خالص. ايوه، اتكلمنا لما انعقد مجمع افسس 431 ونصور لم يحضر ويوحنا الانطاكي وسؤدوريتوس اسقفكورس ومن معهم، كانوا حوالي 26 جايين من هناك، تباطؤوا متعمدين ان هم يعني ما يكونوش موجودين في اللحظة دهيت او في الوقت ده، ولما اضطر المجمع انه ينعقد واصدر الحكم على نصور بعد فحص كل أقواله وتعليمه وبعد رفضه للحضور، قلنا أن يوحنا الأنطاكي ومن معه عقدوا مجمع مضاد مكون من عدد قليل من الأسقفة وأصدروا أحكاما قاسية على البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس، بل على كل أساقفة المجمع ما لم يرجعوا عن القرارات اللي خدوها. لما آباء مجمع أفسس علموا بهذا استأنفوا المجمع بجلستين استدعوا فيها يوحنا جلسة ومجاش، والجلسة اللي بعديها حكموا عليه ومن معه بالحرم والوقف عن كل الخدمات الكهنوتية ما لم يرجعوا ويتوبوا عن الموقف اللي حطوا نفسهم فيه. كان في تآمر مع بعض القادة الموالين لنسطور بالاتفاق مع الأساقفة الذين لهم فكر نسطور أيضا إن هم يمنعوا وصول القرارات للإمبراطور، بل بالعكس أرسلوا قرارات المجمع بتاعهم وقدموا شكاوي صعب قوي في القديس البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس باعتباره من أصل مصري، فقالوا إن فتح الكنائس على أبواب الكنائس على مصراعيها للوفد المصري وبيعاملهم معاملة كويسة وبيعامل بقية الوفود معاملة مش كويسة، نوع من التجني والادعاء الكاذب عشان يهيجوا الامبراطور عليهم. وكان في غيرة من مصر بصورة غير عادية، دايما يتهموا المصريين ان بقى بيقدموا رشاوي ويدفعوا فلوس عشان هم اغنياء، يقولوا عشان هم يرشوا الذهب في كل مكان، وده يبين لكم قد ايه كان وضع مصر في ذلك الزمان. طبعا لما وصل للامبراطور هذا الامر صدرت الاوامر
ان قيدوا البابا كيرلس هو وممنون بصفة خاصة، فالمجمع فكروا في حيلة زي ما توقفنا المرة اللي فاتت، ان شافوا جابوا راهب تقي وتزيى بزي واحد شحات عشان يقدر يمر، وارفقوا معاه او ادوله القرارات بتاع المجمع برسالة للامبراطور شرحوا له فيها برضو بعض الامور، حطوها في عصاية مجوفة الرهب ده يتوقع عليها. بالفعل قدر يعدي منهم، لكن ازاي قلنا هيوصل للامبراطور وازاي يقابله ويوصل الحاجات دهيت، ما برضو مش اي حد كان يقدر يوصل للامبراطور. فتوجه الى اتنين من شيوخ البرية، اباء الرهبنة الكبار اللي موجودين في تبع القسطنطينية، ومعروف حبهم وانتمائهم الفكري والايماني لايمان كنيسة الاسكندرية وتقديرهم لها جدا، لان طبعا الرهبان في العالم كله كانوا دايما انظارهم على مصر، لان الرهبانة نشأت في مصر، وشهرة اباء مصر القديسين كانت مالية المسكونة كلها. ففي اتنين كان الامبراطور يقدرهم جدا ويحبهم ويحترمهم، كانوا متوحدين في المغاير، ما كانوش يخرجوا ابدا، لدرجة لما الامبراطور يحب ياخد بركتهم ويقابلهم كان هو بنفسه اللي يروح له. فالراهب خد القرارات دهيت وراح عندهم، بمجرد ما تسلموا قرارات المجمع وقرأوا ما فيها وعرفوا اللي حصل للبابا كيرلس، تأثروا جدا وخدوا موقف فوري ان الحاجات دي لازم توصل للامبراطور فورا، فتركوا مغايرهم خرجوا بأنفسهم يحملون هذه القرارات والمستندات والرسائل. لما خرجوا ليهم عشرات السنين قابعين في مكانهم لا يخرجون منه، فكل الآباء الرهبان يشوفوهم كانوا مين دول بقى الاتنين دول، واحد اسمه دلماتيوس والآخر أطاخي. فخرجوا وراءهم، بقى جمهرة من رهبان البرية. طبعا لما دخلوا المدينة ارتجت المدينة كلها، اباء البرية تقدمهم الشيوخ الكبار اللي كانوا بيسمعوا عنهم، فطبعا المشوار طويل. فرغم انهم تركوا البرية لكنهم لم يتركوا تسبيحهم وصلواتهم، فقضوا طول الطريق
في التسبيح يربوا مع بعض، فكان موكب روحاني جميل. حينما نما إلى علم الإمبراطور هذا الأمر، استقبلهم واستلم قرارات المجمع والرسائل الموضوع اللي اتبعتت له، فأمر بالحال أن يفرج عن البابا كيرلس وأن يستدعي 8 من كل فريق، 8 من أباء مجمع أفسس والثمانية من الفريق الثاني. فراح له 8 من كل فريق، البابا كيرلس ما راحش. الفريق الثاني راحوا بقيادة سؤدوريتوس اللي هو أكبر معضد لنصور وأكثر واحد يعني واخد موقف عدائي من البابا كيرلس. فسؤدوريتوس ده حاول يستغل الموقف ان البابا كيرلس مش موجود، وطلب ان يفحص الامر من جديد ويفحص الموضوع من جديد في وجود الثمانية والثمانية دول. فرفض الامبراطور واعتمد قرارات المجمع المسكوني واستدعى الأساقفة ليقوموا برسامة أسقف آخر بدلا من نسطور، لأن أمر بنفيه. وبالفعل اجتمع الأساقفة واختاروا واحد اسمه ماكسيميانوس ورسموه أسقفا أو بطريركا على القسطنطينية. ثم رجع الأساقفة إلى كراسيهم، وهنا الإمبراطور رغم أنه نفذ قرارات مجمع أفسس إلا أنه لم يكن حازما أو يعني خد موقف مع فريق الشرقيين اللي هم بتوع يوحنا الأنطاكي ومن معه. ورغم انه كان تعامل معهم باللين الا انهم خرجوا محتجين متذمرين، وقالوا له ما تنساش برضو انك الامبراطور بتاعنا زي ما الامبراطور بتاعهم، وان الشرق ليس بصغير في المملكة. يعني خرجوا كأنهم مظلومين أو كأنه نصر عليهم الفريق الثاني وهم قلة أصلا، وتصرفوا بأسلوب وبطريقة غير شرعية. فترسم ماكسيميانوس بدل نسطور، ورجعوا الأساقفة إلى كراسيهم. ورغم ان أساقفة الشرق وأنطاكيا رجعوا الا انهم ظلوا في عزلة، مفيش شركة بينهم وبين بقية الكنائس المسكونة كلها، لان صادر حكم عليهم من مجمع أفسس ان يظلوا يعني ما مفروزين ومحرومين من الشركة ما لم يرجعوا ويتوبوا عن موقفهم اللي هم واخدينه. البابا كيرلس رجع الى الاسكندرية مجهد جدا،
لأنه عانى كثيرا جسديا ونفسيا وإنسانيا، رغم أنه خرج من أجل الإيمان بقلب مستقيم وبروح نقية، إلا أنه عومل بطريقة لا تليق، ورغم كده كانوا يدعوا أنه يعني استخدم نفوذه وأموال وغيره وكثير من الاتهامات الظالمة الباطلة. الكلام ده كان سنة 431، ظل الأمر هكذا والشرقيين في عزلة وفي قطيعة من شركة الكنيسة الجامعة. بعد فترة في سنة 432 بمساعي من ماكسيميانوس اللي هو بطرق القسطنطينية الجديد، قعد يلح على الامبراطور انه يحاول رأب الصدع او يعني لم شمل الكنيسة بان يحاول ارجاع بتوع انطاكيا ومن يواليهم من المعارضين لمجمع افسس، لان مش كلهم على فكرة، كان في واحد اسمه رابولا اسقف الرها كان محب للبابا كيرلس ورأيه من رأي مجمع افسس، فمجمع افسس خد موقف من المجموعة دي بس مش من الكل. فبمساعي من ماكسيميانوس ففي عام 432 جابوا واحد طيب أسقف من أساقفة الشرق اسمه أكاكيوس أسقف حلب، وكان في قديس مشهور في ذلك الوقت القديس سمعان العمودي، عشان يكونوا وسطاء يحاولوا كده ايه يعقلوا المجموعة المنحرفة دهيت ان يرجعوا لحضن الكنيسة، وربما دي كانت حكمة من الامبراطور ما خدش موقف صارم في الاول، لعل وعسى يديهم فرصة ان هم ايه يتعقلوا الامر ويرجعوا. فلما اكاكيوس اسقف حلب تدخل والامبراطور كلف واحد اسمه ارسطولاوس من القادة الكبار انه يتابع هذا الامر، فراح اتكلم معاهم قالوا له احنا يعني ناس بتوع سلام وما عندناش مانع ابدا نبقى في شركة وسلام مع الكنيسة، ملناش غير طلب واحد بس، ان البابا كيرلس يتراجع عن كتاباته ولا سيما البنود الاثناشر. لان فيها فكرة ابوليناريوس انه بيقول بالطبيعة الواحدة، انا شرحت لكم المرة اللي فاتت ان حسب فكر مدرسة انطاكيا في ذلك الوقت ان يقول طبيعة واحدة يبقى معناته في حاجة تلاشت، ان الناسوت ناقص، فاكرين ولا نسيتوا؟ فان البابا كيرلس او الكنيسة تقول طبيعة واحدة يبقى مهما قالوا لهم بقى لا ده المسيح كامل في ناسوته، لا، لان هي التركيبة داخلة في دماغهم كده، طالما واحدة يبقى في حاجة ايه ناقص.
فاكيو ازاي كان راجل طيب. فخد الكلام بعبله على حاله كده ووصله لمين؟ للبابا كيرلس. وكأني الخلاف خلاف شخصي. طب هما ليه اهتموا ان يودوه للبابا كيرلس؟ او ليه اهتموا ان الصلح يتم عن طريق البابا كيرلس؟ مع ان الخصومة كانت مع المجمع كله، اشمعنى خصوا البابا كيرلس في هذا الامر؟ ده سؤال. لا، اللي عايز يرفع ايده، ما يحبش الهيصة دهيت. قول وانت قاعد. لان هو بصفته رئيس المجمع فيمثل المجمع كله، بالاضافة ان المجمع بنى قراراته بناء على كتابات ومفاهيم وتعليم البابا كيرلس. فطبعا البابا كيرلس لما شاف كده قال هما دول كده طالبين سلام ولا بيزودوا الاساءة، بيزودوا الخطأ. قال انا من جهة الاذى الشخصي اللي وقع عليا من اساءة واهانات وادعاءات باطلة كاذبة انا متسامح فيها من اجل الله، لكن ده في قرارات مجمع والكتابات اللي بيقولوا عليها دهيت أقرها المجمع وأقرها لأنها كتبت بحق وتحمل تعاليم صحيحة. فأولا ليس له سلطان أن يغير أو يخالف قرارات المجمع. ثانيا وهو الأهم، كيف يلغيها وهي صحيحة؟ معنى كده ان الدستور صح وان الحكم عليه حكم ظالم. ازاي هو ده يبقى صلح بدل هم ناس محرومة تيجي بتملي شروطها؟ ده المجمع حارمهم، يقولوا المجمع يغير قراراته ونبقى في صلح معاه. حاجات غريبة. حاجات غريبة. فطبعا أرسطولوس ده كان قائد بيوصل الرسائل، لكن كان ذكي وبيفهم برضه. لقى الكلام بتاع القديس كيرلس مظبوط واقعي. فخد بعضه وراح لهم. قال لهم الوضع كذا كذا، البابا كيرلس رغم المعاناة اللي عناها منكم والإساءات اللي وجهت ليه، الراجل متسامح عن كل هذا بشرط تخضعوا لقرارات المجمع. ان دلوقتي جيت لكم ورحت لهم، هو مش طالب اكتر من، وده اللي الامبراطور طلبه مني لما كلف أرسطولوس، حدد له قال له انت تروح لهم وتبلغهم ان يتراجعوا عن موقفهم ويتبعوا قرارات المجمع، وانا واثق ان البابا كيرلس طالما تراجعوا هيقبلهم على طول، لان دي حتى توصية الامبراطور. فلقاهم مش دغري يقولوا احنا بتوع سلام وكده، لكن في الواقع يعملوا العكس.
فراح حصل ايه؟ لما لقوه كده بدأ هيشد عليهم وبقوا مكشوفين، التجأوا لحيلة اخرى. من النهاردة هتشوفوا حيل كتيرة قوي، طريقة غير عادية، وده اللي يوريكم بقى الفرق بين الإيمان المستقيم. تبص تلاقي أصحاب الإيمان المستقيم دايما مستقيمين في كلامهم في أفعالهم، لما بيبقى في انحراف في الإيمان بيتبعوا على طول انحراف في السلوك وفي الحياة. فلما قال لهم كده فلجأوا لحيلة أخرى، جابوا واحد طيب قوي وقديس وراجل حلو خالص اسمه بولس أسقف حمص، وكان مشهور الراجل ده بالتقوى والطيبة والروحانية، وهو كذلك فعلا، هو برضو من هناك لكن ملوش الأفكار بتاعته ده هي. فقالوا له أنت تروح تنوب عننا وتمثلنا في عمل التصالح مع البابا كيرلس. احنا ملناش طلبات عنده غير بس ان يتراجع عن البنود الاتناشر اللي هو كاتبهم، وبعض الكتابات اللي هي ايه فيها تعليم ابوليناريوس. هو الراجل ما كانش لاهوتي قوي، وكان طيب وبسيط، فخد بعضه ورحل الاسكندرية. عقبال ما وصل كان في اواخر سنة 432. لما وصل للأسف الشديد كان البابا كيرلس مريض جدا ورائد مريض، مش قادر لا يقابل حد ولا يتكلم مع حد. ما الإجهاد والصراعات دي بتتعب الصح. فقالوا له ده بولس أسقف حمص جاي عشان يقابلك. فبمجرد كده ما شم نفسه وقادر يقابل. مصالحة ازاي بالضبط؟ اللي هم عملوه، اللي هي الشروط اللي حطها مجمع افسس، وبعد جواب منهم للبابا كيرلس ولماكسيميانوس اللي هو بعد بدل نصور والأسقف روما. مفيش سير على اي حاجة تاني في الخطابات دهيت غير ان هم وقعوا على قرارات مجمع افسس. بعد شوية أحباء البابا كيرلس اللي يحبوه يثقوا فيه، بس لقى بيبعتوا له رسائل عتاب شديدة اللهجة، ما كانش العشم. تتراجع عن البنود الاتناشر وتعمل وثيقة مصالحة بإيمان مخالف لإيمانك، بقولوا سلام. اوعوا تصدقوا الناس اللي عايزة توقع، في ناس ما بتحبش الكنيسة تبقى في حالة سلام وصلح. احنا ما عملناش كده، احنا لسنا بأغبياء عشان نتراجع عن ما كتبنا. ما تسمعوش كل إشاعة. وبدأ ياخد موقف مدافع عن مين؟ عن الشرقيين اللي هم بتوع أنطاكيا في ذلك الوقت، لأن هو عارف عملوا إيه، ده وقعوا قصاده
وأقروا بالشروط اللي قالها مجمع أفسس بالكامل. شوية بشوية بص لقى الموضوع بيزيد، وبعد كده تأكد وتيقن تماما من مين اللي بيقول الادعاءات دهيت، اللي هم الأسقفة اللي هناك اللي عملوا كده. ادعوا ان المصالحة تمت زي ما كانوا هم عايزين، قالوا احنا ما قبلناش الصلح غير لما تراجع تماما عن كتاباته وعن البنود الاتناشر، واقر ان المسيح في طبعتين وفي وثيقة مصالحة تم توقيعها، اللي هي عرض الايمان اللي قالوا هنرد بيه على ايه، على اللي بيتهموك، وكتبوا فيه قد تم اتحاد بين الطبعتين. وبدأوا يدعوا ان عرض الايمان ده هو وثيقة المصالحة اللي على اساسها تم الصلح. فطبعا البابا كيرلس دخل في صراع جديد، لكن الصراع ده رغم ان كان مجهد ليه، لكن كان فرصة يخرج بقى حاجات كتيرة في الشرح بقت تراث للكنيسة. وقال صراحة اننا لم نصدر بيانا جديدا للإيمان، ولم نقبل بيانا صاغه آخرون. ده هو حتى لما كتبوا كده ميز بين كلامهم وكلامه، قال انا ردي اهو، قال له كتب الشرقيون في الرد، كانوا شرح ازاي كانوا بيدعوا ان هيردوا على اللي بيدعوا انه أبولوناري، ان العذراء والدة الاله وانه حدث اتحاد بين الطبيعتين، ثم اضافوا خلسة بعض التعليم التي تظهر انهم لم يكونوا انقياء تماما من هذا النسطور. واكد ان المسيح طبيعة واحدة. قالوا له طب هم كانوا كتبوا ان حدث اتحاد، قال طب ما طبعا حدث اتحاد، ولكن بمجرد ذكر الاتحاد تبطل الاثنينية، لا نتكلم بعد عن طبيعتين بل طبيعة واحدة. وقعد يشرح الإيمان وهم يدعوا إن القديس كيرلس تراجع عن بلون الاتناشر وأقر بالطبيعتين. والناس، في ناس بسطة ممكن تصدق، يعني البابا كيرلس خلاص أقر بالطبيعتين، يبقى خلاص بقى احنا نقول طبيعتين، كنوع من الخداع عشان يخدعوا الناس. فضل طول على مدى سنوات القديس كيرلس يشرح هذا الامر ويشرح حتى يوحنا الانطاكي لما بعت الرسائل تمت المصالحة لم يذكر الا المصالحة كانت هي التوقيع على قرارات مجمع افسس، دي اللي قابلهم على اساسها. جه بعد كده المواضيع دي لما انتشرت وكان في ناس لسه ما وقعوش على قرارات مجمع افسس، فالامبراطور انتظر لغايه سنه 435، ما كانش خد موقف من اللي رفضوا التوقيع على قرارات مجمع افسس، وقال اي حد مش هيوقع هيتم عزله. فكله بقى كش ملك، طب خلاص هنوقع، مين اللي يعتمد التوقيع؟ مفروض البابا كيرلس. فلما البعض الامبراطور قال هيو عايزين يوقعوا، خد درس بقى من المرة اللي فاتت، ما اكتفاش بكده،
قال لا ده انا المره دي هكتب بقى فعلا صيغه محدده للايمان، كتب فيها صراحه الطبيعه الواحده. السيد المسيح له طبيعه واحده للاله المتجسد، تجمع خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. طبعا الخلقدونيين يداروا الوثيقة دي دلوقتي، لكن موجودة في بعض مراجعهم، انا جايبها من عندهم برضو مش من عندنا. لما الموضوع بقى معلن صراحة والتصريح بالإيمان السليم والواضح والكل أعلن حرمه للنسطور، بدأوا أتباع الفكر بتاعه برضو يتبعوا وسيلة أخرى. طب نسطور اتحكم عليه وكلنا حكمنا عليه، طب يجيبوا تعليمه بس بتاعت أستاذه، واحد اسمه سيدور ديودور أسزة نصور، كان ليهم كتابات وتعليم اللي هي نفسها بيقولها ايه نصور، لكن دول كانوا قبل نصور لكن ما كانش صدر عليهم حكم، فبدأوا ينشروها، فبدأ البابا كيرلس يرد عليها يقول المجمع لما حكم على نصور ما حكمش على شخصه وبس، حكم على ايمانه، سواء اللي بيقول عليه قبل كده من قبل نسطور يعتبر محكوم عليه وما بعده كمان، قبله وما بعده. كان في الوقت ده كان من بداية ما بدأوا يعملوا المصالحات، والبابا كيرلس بيواجه لوحده، كان هو اللي ربنا مديله النعمة والموهبة القوية دهيت، فأجهد. فمرة خلى شماسه أبي فانيوس يكتب رسالة لماكسيميانوس أسقف القسطنطينية يقول له سيدي بيجاهد لوحده، يا ريت تتعاونوا معاه شوية، كله اتكل على البابا كيرلس وهو الحمل كله عليه، وقال له اسأل القديس أطاخي انه يصلي ويعددنا. أطاخي اللي هو احد الرهبان اللي كانوا خرجوا ووصلوا قرارات الامبراطور. فضلوا يتبعوا هذا الاسلوب. كان في أسقف من الشرق اسمه رابولا أسقف الرها، كان راجل قديس وأرثوذكسي ويحب البابا كيرلس قوي، كان عنده قسيس في الرها اسمه هيبة. هيبة ده كتب كتابات فيها إساءة للبابا كيرلس وللأسقف بتاعه رابولا أسقف الرهب، وكتبوا في رسالة لواحد اسمه ماري الفارسي. بعد فترة بسيطة تنيح القديس رابولا دوت، وكان هيبة دوت معروف اتجاهه ايه وكتب ضد مين، وكتب يدعي ان القديس كيرلس تراجع عن ايمانه وعمل صيغة للمصالحة 433، ولغاية دلوقتي بيدعوا ان في صيغة مصالحة بتاعت 433 اللي هي الادعاء اللي ادعوه في حياة البابا كيرلس، ما زال الخلق دنيا يدعوه دلوقتي. ف
فلما تنيح القديس رابولا نفاجأ بيوحنا الأنطاك يرسم مين بداله؟ هيبة. يعني في مع سبق الإصرار والترصد بيشوفوا مين اللي فكره مناهض للفكر الأرثوذكسي ويعضدوا بيه الساحة. والقديس كورولوس لم يهدأ ويطلع لنا كنوز حلوة ورسائل وكتابات شرح فيها الإيمان بالتجسد، ما زالت كنز في الكنيسة الجامعة. سنة 442 مات يوحنا الأنطاكي، راح سؤدوريتوس أسقف قورش اللي هو قريب نصور، خلى ابن أخو يوحنا الأنطاكي نصبوه بطرك بدون رسامة، وكان شخصيته ضعيف، وأصبح مين المهيمن على المنطقة هناك؟ سؤدوريتوس، وهو برضو اللي كان كتب عرض الإيمان اللي هو بيقولوا اللي هيردوا بيه على اللي بيتهموا بيه البابا كيرلس، واللي هو ادعوا ان هو ده صيغة المصالحة. الدنيا عمالة الادعاءات شغالة، وما كانش فيه قوة في المسكونة في التعليم زي قوة كنيسة الإسكندرية، فالحمل كان كبير على أبائنا. أما جاء سنة 444 البابا كيرلس كان أنهك جسديا، وربنا قال له كفاك تعبا، وتنيح تاركا للكنيسة الجامعة تراث عظيم من الشروحات والكتابات الكتابية واللاهوتية، تعتبر كنز كبير للكنيسة الجامعة. مين جه بعديه؟ مين اللي جه ترسم بعد البابا كيرلس؟ البابا ديوسكوروس، وكان من تلاميذه، ولجل حظه ورث تركة صعبة. لما تنيح البابا كيرلس، عادة لما حد بينتقل حتى لو له أعداء، تبص تلاقي لحظة الموت ليها هيبتها، ليها وقارها، الناس تخشع. لكن هل تتصوروا أن هؤلاء المنحرفين في الإيمان كانوا منحرفين في كل حاجة؟ كتبوا كتابات ضد البابا كيرلس فيها إساءة بعد نياحته. سؤدوريتوس أسقف قورش جاء، خلي بالكم اللي هيهتم بدراسة الموضوع ده لازم الاسم ده يبقى صاحي عنده قوي. كتب يقول أخيرا مات الفرعون. ما هم متعقدين من مصر، صحيح بجد الأشرار عمرهم بيطول، مع ان القديس البابا كيرلس كل اللي عاش حوالي 70 سنة.
وبدأوا يتطاولوا عليه، وجي البابا ديسقورس في هذه الظروف. كان ديمنوس بطرك لأنطاكيا شخصية ضعيفة، ومين اللي بيقود الدنيا هناك؟ سودوريتوس. كان ماكسيميانوس بطرك القسطنطينية انتقل، وجي واحد بعده اسمه بروكلوس كان طاقي وكويس. لما تنيح بروكلوس جابوا بعض واحد تبعهم اسمه فليبيانوس، وبدأ سؤدوريتوس يثير الادعاءات والاشاعات ان البابا كيرلس تراجع عن فكره وتراجع عن البنود الاتناشر، وادي صيغة المصالحة اهي، يجيب عرض الايمان اللي هو كان كتبه للبابا كيرلس ما اعتمدوش، وقال صراحة ده كلامهم هم، يقول ده كلامه هو مش كلامي. اما بيقولوا مش هو ده عرض الايمان اللي انت، قال لي لا ده كلامه هو مش كلامي انا، ده هم اللي قالوا كده انا ما قلتش كده، ده البابا كيرلس بنفسه. فعمال يشيع بهذا، وعمالين يضطهدوا الأرثوذكس كمان، مش مجرد كده وبس، يضطهدوا الأرثوذكس ويرسموا كهنة وأسقفة لهم نفس الفكر، لدرجة جه ديمنوس بمشورة سؤدوريتوس رسموا على سور واحد لا علاقة له بالكهنوت على الإطلاق، رسموا أصف على سور. انتوا سمعتوا اسمه مني المرة اللي فاتت، فاكرين لما قلت لكم الامبراطور كلف مين بحفظ النظام في مجمع افسس؟ واحد اسمه كانديديانوس، وفي واحد صاحب للنصور تطوع من نفسه كده اسمه ايه؟ اللي هيقوله يبقى شاطر. لما ادوسك لما قلتوش مش هتبقى شاطر، لازم تبقى عارفه طبعا. ايوه اسمه ايه؟ إيريناوس. ده كان قائد عسكري مش كده وبس، وكان متجوز مرتين، يعني ما ينفعش ابدا، لكن لانه كان صديق حميم وله نفس الفكر خلوه ينفع، ورسموا أصف على ايه؟ على صور. والبابا ديسقورس مش ملاحق بقى هنا وهنا. مين اللي كان بيساعده بإخلاص؟ كان في واحد في القسطنطينية فضل طول عمره صديق حميم ومعضد للبابا كيرلس ومن بعده البابا ديسقورس. الشخص ده مين هو؟ وطاخي. وطاخي كان على دراية بالادعاءات اللي بيدعوها ضد البابا كيرلس، وخصوصا حوالين مصالحة 433. هل هي التوقيع على قرارات مجمع افسس، ام زي ما بيدعوا ان في صيغة جديدة للمصالحة فيها اقر البابا كيرلس بالطبعتين؟ فعمل ايه اوطاخي؟ اوطاخي كان اب روحي لواحد من القادة اللي في البلاط، فكان يقدر يوصل للامبراطور اي شكوى او اي حاجة
عايزين يوصلوها له. فلما كان صعودوريته زي الديدبان كده، كان ديمنوس بطرق أنطاكيا ما ينادلوش غير يا أبي، وكان عامل له قلاية عنده في أنطاكيا وسايب أبروشيته قرش وقاعد شبه مقيم هناك، وعمال رايح جاي يقلب الدنيا ويهيج الدنيا. مين وصل هذا الأمر للإمبراطور؟ أطاخي. قال له ده غير، أنا خلي بالكم الحاجات اللي بقولها لكم دي يا أولاد موجز ملخص، الموضوع ده بندرسه بالتفصيل في الكورسات اللاهوتية المتخصصة بتاع تاريخ الفكر الكريستولوجي. لغاية دلوقتي خدنا أكتر من 18 أو 19 محاضرة ولسه ما خلصناش. أنا بقول لكم يعني إيه فكرة لحسن تفتكروا إنكم بيتشرح لكم بالتفصيل، ده إحنا بنجيب الخلاصة يعني. فلما أطاخي وصل الإمبراطور كده، الإمبراطور أصدر أمر بأن يلزم سؤدوريتوس أبروشيته ما يروحش أنطاكيا ولا هنا ولا هنا، لأنه كان شبه مقيم في أنطاكيا، ما بين أنطاكيا والقسطنطينية رايح جاي هيج الدنيا. وراح عمل حاجة كمان، صعد للإمبراطور حكاية رسامة إيريناوس، قال له ده رسمه إيريناوس القائد الفاسد اللي كان شغال في عندك واللي كان متجوز مرتين. فالإمبراطور لما عرف وشاف بلاويه اللي عاملها أمر بعزله. بقى مين الشوكة اللي في الظهر دلوقتي؟ أطاخي. حصل بعد كده أول لما لقاه عمل كده راح سيودوريتوس خد بعضه وطلع على أسقف روما. كان قبل كده أسقف روما راجل طيب صديق للبابا كيرلس كليستين، جه بعده لون دوت كان شخصية مختلفة تماما عن اللي قبله. فسؤدوريتوس خد شوية هدايا محترمة وراح رايح على أسقف روما. قال له معقولة تبقى أنت موجود وبطرق الإسكندرية طايح فينا كده، طايح في الكل؟ ده أسقف روما دي بتاع العاصمة، عاصمة الإمبراطورية كلها، مفروض الكلمة العليا تبقى ليك، ازاي تسيب بطرك الاسكندرية عامل كده فينا؟ فالكلام جاي على هوا مين؟ لاون، شخصيته كانت كده. قال له انت تكتب تحديد للايمان والكل يلتزم بيه، شايف كده يعني. هو ايه المشكلة دلوقتي؟ قال له ما هو المشكلة دلوقتي عن طبيعة السيد المسيح. طبعا بتاع لو ما يعرفش حاجة في الحاجات دي ولا على دراية باللغة اليونانية ولا غيره. فقال له هوريك يعني ايه، يعني اعرض عليك يعني صيغة كده كويسة. فكتب صيغة إيمانية فيها إقرار بالطبعتين،
معروفة بعد كده باسم توماس لون. ايه رأيك في دي بقى؟ انت لو قال له كويسة، قال له خلاص دي بتاعتك، انت اللي كاتبها، دي تبعتها وتبقى هي قانون للإيمان للكنيسة كلها. فالمهم يعني ايه، عرضها عليه، كان في الوقت ده أطاخي شدت حيله عليهم، سودوريتوس اتحددت إقامته شوية ما يدخلش أنطاكيا، إيريناوس أسقف سور الإمبراطور أمر بعزله، هيبة اللي مسك بدل رابولو أسقف الرها، كان ملخبط الدنيا خالص عنده، فجم ناس يشتكوا، فأطاخي ساعدهم ان هم يوصلوا للإمبراطور، وتعمل له محاكمة وكانت هتتصعد، فلقوا نفسهم في واحد اسمه أوسابيوس أسقف دوريليوم معاهم برضو وبيتكلم مع أطاخي، فأطاخي هدده قال له انت كمان هتتحرم، لانه كان بيقول بالطبعتين، فبسرعة لازم يخلصوا من مين؟ من أطاخي. فراحوا عملوا مجمع مكاني، وحبوا من خلاله يقروا الادعاء الخاص بمصالحة 433. احنا عارفين أطاخي مش هيقبله، تؤمن بالطبعتين؟ لا، طبيعة واحدة. يعني معنى كده ان بتلغي الناسوت، يعني بتقول المسيح مش مساوي لنا في الجوهر؟ قال لا، ما هو مساوي لأمه، هو ما كانش لاهوتي أطاخي، ما هو مساوي لأمه، قالها بالبلدي كده. قالوا له طالما مساوي لأمه يعني مساوي لينا، قال لهم خلاص. قالوا له طب طالما كده يبقى طبعتين، لأن هم عندهم طالما الطبعتين كامل في ناسوته كام، يبقى ما فيش اتحاد، وطالما ما فيش اتحاد الطبعتين يفضلوا طبعتين، الاتحاد عندهم مجرد التصاق او التحام كده. قالوا له طالما كده يبقى طبعتين، قال لهم لا، الاباء ما قالوش كده. قالوا له يبقى انت بتقول ايه، طبيعة واحدة، يبقى انك بتقول الناسوت تلاش، هو ما قالش كده، لكن عندهم ادعوا على البابا كيرلس كده، وفي رسالة البابا كيرلس لزاكسنسوس قال بيقولوا عليا كذا وكذا وكذا، ورد من ضمنها كل اتهموا بيه أطاخي، تم اتهام البابا كيرلس بيه قبل كده، وادعوا بعد كده ان البابا كيرلس تراجع عن ذلك في 433 اللي هم بيدعوها على البابا كيرلس، وزوروا اقواله وكأنه قال بتلاشي الناسوت، وتم الحكم على أطاخي. خلي بالكم انتوا هتقولوا سيدنا بيحلل أطاخي، طب ما كنيستنا بتحرم أطاخي، انا لسه ما خلصتش الموضوع، ما تصطدموش، هنعرف كل حاجه في ايه في وقتها. طبعا كل الفكر اللي بينسب لأطاخي كنيستنا لا تقبله، ومحروم بالفعل، بس ازاي هنعرف دلوقتي، بس احنا ماشيين في التسلسل التاريخي زي ما حصل، بما له وما عليه. فلما صدر الحكم على أطاخي بس خلصنا ايه منه، فأطاخي اتظلم، رفعت مظلمة للإمبراطور
ان هم زوروا في اقواله، فالامبراطور لما شاف المظلمة دهيت امر بعمل لجنة للتحقيق من الاباء الاساقفة، اتحكم على اوتاخي في مجمع القسطنطينية بقيادة فيليبيانوس، وكان بيقود المحاكمة فيليبيانوس اسقف القسطنطينية اللي هو ميال للفكر النصوري، ومعاه اوسابيوس اسقف دوريليوم اللي هو كان اوتاخي هدده انه ممكن يتحاكم. كان المؤامرة مدبرة من اوسابيوس بالاتفاق مع فيليبيانوس، فيليبيانوس كان خايف ففضلوا ايه يزقوه لغاية اما وقع في الفخ ده. المهم الامبراطور عمل لجنة من الاسقفة للفحص، فثبت بالفعل ان حدث تزوير في اقوال اوطاخي وفي محاكمته، اولوه كلام شالوا حاجات واضافوا حاجات ما حصلتش بحيث يطلعوه في الاخر هرطوقي. فامر الامبراطور بعقد مجمع مسكوني في افسس سنة 449، وخلى الرئاسة لأول مرة ان رئاسة المجمع تبقى رئاسة ثلاثية. في مجمع افسس كان مين رئيس المجمع؟ افسس 431 كان مين رئيس المجمع؟ البابا كيرلس. مجمع القسطنطينية 381 كان مين رئيس المجمع؟ بابا تيموساوس. فهنا الامبراطور امر بعقد مجمع وخلى الرئاسة ثلاثية. مين رؤساء المجمع بقى؟ اول حاجة البابا ديوسكوروس بابا الاسكندرية البطريرك 25. الامبراطور ثيودوسيوس الصغير كان رئيس المجمع، البابا ديوسكوروس البطريرك 25، يوبيناليوس اسقف اورشليم، تلاسيوس اسقف قيصرية الكبادوك. يبقى البابا ديوسكوروس، يوبيناليوس، تلاسيوس. المجمع انعقد، راح البابا ديوسكوروس وكان معاه مين بقى؟ القديس تيموساوس اللي هو جه بطرك بعده البطريرك 26 البابا تيموساوس الثاني، كان حاضر مع البابا ديوسكوروس في مجمع افسس 449. طبعا المؤامرات دي كلها كان البابا ديوسكوروس على دراية بيها. كان مين ابطال المؤامرات دهيت؟ اول واحد مين؟ سودوريتوس. ومين تاني؟ مين اللي اسمهم جت كمتهمين؟ و هيبة، فيليبيانوس، ديمنوس اللي هو يعني كان بتاع انطاكيا اللي هو كان مع سؤدوريتوس، اوسابيوس اسقف دوريليوم اللي هو يعني ايه عمال بتاع مؤامرات. فالمهم جابوا اعمال مجمع القسطنطينية وبيحققوا، وجابوا التحقيقات اللي اللجنة اللي شكلها الامبراطور خلصت اليها، واثبتوا ان فعلا في تزوير حدث، وجابوا اوطاخي
قدم اعتراف ايمان ارثوذكسي مكتوب وقالوا بالفم كمان. انه بيؤمن السيد المسيح هو الاله المتجسد كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي، له طبيعه واحده من طبيعتين. طيب حد عنده اعتراض على الايمان ده في المجمع؟ قالوا ده ايمان ارثوذكسي. جه بقى للي حكموا عليه، امال انتوا حكمتوا ليه؟ قال عشان ما بيقولش طبيعتين. انتوا بتقولوا طبيعتين؟ اه. قال ده النصاطره كتير بقى، ده مش نصور لوحده. فكل اللي كان ايمانهم منحرف اتحكم عليهم، وخصوصا كان في ثلاثة اللي هو سؤدوريتوس أسقف كورش وفليبيانوس وأوسابيوس أسقف دوريليوم، والحكم كان بالمجمع كله، وآخر واحد كان بيوقع مين؟ البابا ديسقورس. وكان في رؤساء للمجمع تانيين اللي هو يوبيناليوس وتلاسيوس. طبعا لانه مجمع مسكوني فكان كل العالم، اسقفة العالم بيجوا، فعادة اسقف روما ما كانش يحضر، ملهمش في الحاجات دي، فكان يبعت مندوبين، فبعت مندوبين عنه ومعاهم ايه؟ كانوا جايبين معاهم ايه؟ الطومس اللي مين كان كتبه؟ سؤدوريتوس. ولجل حظ لاون ان الطومس ما تقراش، ما تعرفش هل بقيت الاسقف كانوا عارفين ومحبوش يقروه. كان ساعتها البابا ديسقورس اكتر من مرة في اعمال المجمع يقول لتقرأ رسالة اخينا لاون، يوم يوبيناليوس والكاتب السكرتارية الكتبة بتوع المجمع يقولوا بس لسه عندنا مراسيم ملكية هتتقري. قالها مرتين وبعد كده ضاعت في الزحمة ما تقريتش. وكان من حسن حظ مين؟ لو لأنها كلها لا تتفق مع الإيمان. المهم اتحكم على دول بصفة خاصة، من ضمن اللي اتحكم عليهم سؤدوريتوس ويوسابيوس وفليبيانوس. سؤدوريتوس خد بعضه وعدل على فين؟ على روما، راح للاون. عجبك كده؟ شفت اللي عملوه فينا؟ ديسقورس حكم علينا، لاون فاكرين لما جم يطلبوا من البابا كيرلس يحالل اللي اسقف حكم عليهم في مجمع مكاني، البابا كيرلس قال ايه؟ قال ما ينفعش، لازم اللي حرم هو اللي ايه. وده كان مجمع مكاني، يعني المجمع المكاني من الحق مجمع مسكوني يستأنف امتى ممكن يترفع حرم، يعني حد عمله رتبة كبيرة، مجمع المجمع هو اللي ممكن ايه يغير الحكم. لكن هنا مين اللي حكم على سؤدوريتوس؟ مجمع افسس المسكوني سنة 449. سؤدوريتوس راح للاون، فلاون تجاسر ورفع الحرم عنه وادخله في الشركة معاه، عشان كده بيصير نفسه محروم بصورة تلقائية. مين حصله؟
وساب يسوس اوف دوريليا. الكنيسة استراحت شوية، قادة الشر أصبحوا مقيدين، بقى في هدنة كده، الناس شمت نفسها من التعب اللي كانوا شايفينه. لو انمسكتش رسائل للإمبراطور بصورة فيها عنجهية، فالإمبراطور مردش عليه، فبدأ يتضع شوية ويكتب رسائل بلهجة أخرى، فرد قال له كل ما تم تم بطريقة قانونية سليمة ما فيش ظلم لحد. فراح للأسرة المالكة في الغرب يعيط لهم ويتوسل إليهم، وخصوصا انه كانوا قرايب، يعني امبراطور الغرب كان واخد بنت سيودوسيوس، يعني الامبراطور سيودوسيوس حماه، فراح لبنته وجوزها، فبعدوا يبعتوا له كأب ليهم، يعني في ناس اتظلمت عندك ولاون بيبكي عشانهم وكده. قال لهم لا، ده الكلام ده مش مظبوط، كل حاجة تمت بإشرافنا وتمت بحق وبعدل، فيش حد اتظلم ولا حد اتعامل بقسوة ولا أي شيء من هذا القبيل. فلما باءت كل محاولات لاون بالفشل، بدأ يتبع أسلوب عالمي إن يستقطب المعارضين السياسيين لسيودوسيوس الامبراطور يقومهم عليه. من ضمنهم كانت اخته بلخاريا، كان بسبب سلوك معين اتحكم عليها ومقيمة في احد اديرة الراهبات، فقعد يبعت لها رسائل ويحاولوا يستقطبوها، وبعض المناوئين للامبراطور سيودوسيوس، فطبعا ما فيش استجابة خالص. جه سنة 450 تنيح الامبراطور سيودوسيوس ولم يكن له ابن ولد يعني لكي يرثه، فراحت اخته بوليخاريا اللي ما كانتش على وفاق معاه، خرجت من الدير وتزوجت قائد الجيوش اسمه مرقيان، ونصبته امبراطور بصورة مخالفة للشرع دينيا ومدنيا، وخصوصا ان كان في اتفاق عشان يضمنوا سلامة الحكم ان امبراطور الشرق ينصبوا امبراطور الغرب وامبراطور الغرب ينصبوا امبراطور الشرق، عشان يضمنوا ان محدش يغتصب الايه الحكم، لان هم كانوا عيلة واحدة. واصبح كل همها ارضاء لاون عشان يشجع ان بتاع الغرب يعترفوا بيهم، يعترفوا ايه بيهم. يعني انا طبعا بكروتكم بقول باختصار، ف حاول يطلب، كلمة حاول دي يعني مش هقول لكم حاول ازاي، يعني في تفاصيل 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 كتيرة، يعني حاول يطلب عقد مجمع في ايطاليا من مرقيان. لون بيطلب من مين؟ من مرقيان. فمرقيان وبلخاريا
قبلوا بعقد مجمع لكن في الشرق. قالوا احنا شوية يعني يبقى في ايطاليا اللي نعمل مجمع هنا وفرصة يعني اقرار لوجودهم يعني. طبعا لون اتغاظ لان كان عايز يبقى عنده المجمع، يبقى الزعامة ليه هناك. فالمهم المجمع اللي في الشرق بس اشترطوا عليهم، عمل اتفاقية مع ابو لخارية ان لازم يضمن نتيجة المجمع ان يتم ارجاع كل اللي حكم عليهم مجمع افسس بقيادة البابا ديسكورس، ان الكل يقر توماس لون كأساس أو دستور للإيمان، واتفقوا على كده وبدأوا ينفذوا كده من قبل المجمع ما ينعقد. هو قبل في الشركة سئودوريتوس وأوسابيوس، والخارية راحت جابت، كان فيليبيانوس كان مات، فجابت رفاته بإكرام ودخلته الكنيسة وبدأ يذكر في القداسات. ده كله من قبل ما يبقى فيه قرار ايه؟ مجمع. وبدأت تحاول يجيبوا الأسقف على انفراد ويوقعوا على الطومس من قبل انعقاد المجمع، بحيث النتيجة تبقى محسومة من قبل الايه؟ المجمع. وبدأوا يجهزوا لعودة نسطور، لأن نفس الفكر، اشمعنى نسطور بقى اللي هيبقى اتحكم عليه؟ فبعتوا يجيبوه. كان فين ساعتها؟ فين؟ في مصر، في أخميم عند بشنودة. فبعتوا يجيبوا نسطور، وبالتبعية الدعوة راحت للبابا ديسكورس. فتعجب البابا ديسكورس، المجمع ينعقد ليه؟ الإيمان في غاية الكمال وما فيش مشكلة. المهم راح نسطور، رايح بزهو كده، وهو في الطريق غلط في السبت العذراء، وقع من على الدبة بتاعته، لسانه دود ومات وما قدرش يوصل للايه. حصل معاه زي ما حصل مع أريوس لو تفتكروا. راح البابا ديسكورس اول لما وصل لمنطقة آسيا وديري بالطومس والنيلاون قبل المحرومين، فأصبح لون في حكم الايه؟ المحروم، فأصدر الأمر بحرمه لأنه قابل المحرومين. كل الأسقفة كانوا وقعوا واحد ورا التاني، باقي مين؟ البابا ديسكورس. فالكل مرعوب منه بقى، ده اللي وصل الكل ايه؟ مرعوب منه، ما عرفوا يقدروا على كل حد الباقيين. فعملوا خطة، قالوا ناخده باللين الاول. فالامبراطور عمل دعوة لبعض الاساقفة منهم من المحرومين، وقف بعض الناس المنافقين يمتدحوا في الملك. فالبابا ديسكورس قال احنا برضو بندعي له وبنحب، يعني ما اعترضش على الملك لان في بيتهموه ان هو مرضيش يقر بملكه. يعني اختصارا للوقت طلب منه يوقع
على توماس لون، فرفض البابا ديسقورس وقال له فيها ما يخالف الإيمان. ربنا اداك الحكم والسلطان احكم فيه، لكن امور الدين والامور اللاهوتية دي من اختصاص الايه الكليروس. مين اتغاظت من رده؟ بلغاريا. قالت له خلي بالك، كم كم خلاص مش هنمثل يعني، نقول عادي كده عشان انت صحصحه شويه. قالت له كان في واحد ايام امي دماغه ناشفه زيك كده، وانت عارف اللي جراله. كانت تقصد مين؟ القديس يوحنا ذهبي الفم، اما كانت امها خدت موقف ضده. وانت عارف اللي جراله. فرد عليها البابا ديسقورس بس بهدوء بقى مش بشعننة زيها كده، قال لها ما انت عارفة برضو اللي جرى لأمك لما عملت كده، وازاي لم تهدأ الا بعد ما راحت استسمحته. فطبعا اتغاظت وراح الجنود اتضايقوا ازاي يرد على الملكة كده، فراحوا لطموه بعنف لدرجة في سنان من سنانه كسرت، وشدوا شعر لحيته، فخرج طبعا خد الحاجات دهيت وبعدها لولاده في اسكندرية. وعرفوا انه يعني مفيش بد من المواجهة معاه، ورسموا خطة ان ما يدخلوش معاه في مناقشة تخص الايمان، لان ردود ابائنا في الايمان قوية بحجج مش بسهولة حد يرد عليها. فاتفقوا يتعاملوا معاه من خلال الاجراءات. الاجراءات عارفين الاجراءات يعني؟ يعني مش في صلب الموضوع، في الاجراءات بتاعت المحاكمات يعني. فتحدد معاد المجمع، فراحوا خلوه في مكان بعيد عن العاصمة في خلق دنيا. ليه ما خلوهوش في القسطنطينية والأفسس؟ لان كان له شعبية كبيرة قوي في هذه المناطق، رغم انها مش ابروشيته، لكن ابائنا كان لهم صيت فخافوا من رد الفعل. وانعقد المجمع بحجة اطاخي انه اعطى الحل لايه؟ لاطاخي، وانه حرم اللي حرم اطاخي. انعقد المجمع وجي البابا ديسقورس يدخل، كانوا مندوبين لون موجودين. اول حاجة قالوا ده ما يقعدش هنا جنبينا، ده يجلس يقف في موضع الاتهام. طبعا ضج المجمع، حتى القضاة المدنيين رغم ان هم كانوا موالين ليهم ورئيسهم صديق لسيودوريتوس، كان عامل علاقة معاه، ودي كانت خطتهم ان يعملوا علاقة مع الارستقراطيين وبعض الاسقف اللي ليهم ميول عشان يبقى لهم ثقل وقوة. فقالوا لهم يعني المجمع هو اللي يحكم بكده، انتوا كده بتحكموا من قبل ال يعني المجمع لم يحكم بانه متهم. قالوا له لا، معنا اوامر من لون انه لا يجلس كقاضي.
قامت ضجة، فالبابا ديسكوروس قابل انه يجاوب على الاتهامات. نعم، ايه الاتهامات؟ ازاي تتجاسر وتعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما؟ ما كانش ساعتها يقولوا بابا روما، ما كانش حد له لقب بابا غير بابا الاسكندرية بس، وشعب الاسكندرية هو او مصر اللي ادال البابا. كان ايام البابا يروكلاس، وكان بطبيعته حنين قوي قوي وروحه ابوية عالية، فالناس بدأوا يقولوا له بابا، فصار من ذلك الوقت لقب بطرك الاسكندرية يقولوا له بابا الاسكندرية. يعني كان تسمية محلية، الشعب هو اللي ادها له بسبب يعني صفاته وضعه. فقالوا له ازاي تعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما؟ قال لهم من امتى المجامع بتنعقد باذن اسقف روما؟ مجمع نيقيا انعقد بدعوة من الامبراطور قسطنطين، مجمع القسطنطينية انعقد بدعوة من الامبراطور سيودوسيوس الكبير، مجمع افسس الاول 431 وافسس 449 بدعوة من الامبراطور سيودوسيوس الصغير، واسقف روما كان له مندوبين في المجمع. وبعدين مش انا اللي عقدته، ده كان بدعوة ومش انا الرئيس المجمع لوحدي، اشمعنى بتقولوا لي انا؟ باختصار برضو مش هطول عليكم، سقطت سقط الاتهام ده. من ضمن التهم ازاي تدي الحل لأوطاخي؟ طب هو اذا كان المجمع معمول عشان أوطاخي، أوطاخي ما حضرش، ما خلوش يحضر، نفوه، مع ان في مجمع مسكوني كان براءه، لكن نفوه باذن مين؟ بامر مين؟ وما حضرش ليه؟ عشان يجاوب عن نفسه، حتى لو هيوجهه له اتهام. وطاخي ما حضرش، قالوا له، قال لهم عشان قدم اعتراف ايمان سليم. قالوا له لا، ده بيقول غير كده، ده كذاب. قال لهم الكتاب بيقول من كلامك تتبرر ومن كلامك تدان. هو قدم اعتراف ايمان سليم، ومش انا بس اللي حللته، المجمع كله احله. او لا، هو قال غير كده. قال لهم ده لو كان يقول غير كده مش احنا لا نجامل احد، ده ما يستحقش الحرم بس والحرقة ايضا، لكن هو ما قالش، قدم اعتراف ايمان سليم. وبعدين يعني ما هو مش انا اللي عملته لوحدي، ده كل دول، ما بتسألوش اللي معايا ليه؟ ففي بعض احد الاسقفة اللي هو كان تبعهم قال اتغصب علينا. اتغصب علينا يعني؟ فهو قال كده، رد الاسقفة المصريين قالوا له نعم، جندي المسيح لا يخاف الموت، اوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد. فاللي قالوا كده قالوا اخطأنا ونطلب الغفران، اخطأنا ونطلب الغفران.
جه أوسابيوس أسقف دريليم وسؤدوريتوس دخلوا وبقوا من أعضاء المجمع وهم محرومين. عشان كده كنيستنا يعني تقر وتؤمن ان مجمع خلق دنيا مجمع غير شرعي، لانه مجمع الهراطقة. الهراطقة جلسوا قضاة، فهو مجمع غير معترف به. سودوريتوس وسابيوس وكل المجموعة المحرومة دي كانوا فيه أعضاء، موجه اتهام وقضاء أيضا ومفسرين وشارحين للإيمان بتاعه. طيب انت حكمت على فليبيانوس وظلمت وسابيوس والمجموعة دي ليه؟ قال لهم اولا مش لوحدي، ولانهم قالوا بطبيعتهم في السيد المسيح، هم عمالين يتجنبوا ان يدخلوا معاه في مين، في مناقشات لاهوتية. من هنا بدأ هيدخلوا طبيعة ولا طبيعتين. طب لون بيقول ايه؟ لون قال في التومس بتاعه طبيعتين، وانت بتقول طبيعة واحدة، ازاي الكلام ده يبقى مش مظبوط؟ قال لهم انا معاي كتابات ابائي، معايا كتابات اثناسيوس وكيرولوس وغريغوريوس، احرموني وابائي معي. الشوشرة كتيرة وجايبين ناس كتير شبابسة مدخلينهم يهيصوا، يعني غوغائية لدرجة البابا ديسكورس قال قول كده، قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. عشان كده ولاد البابا ديسكورس ده من الأبطال، وحده قدام الكل، اجتمع قدامه الاشرار كلهم سواء على المستوى الكنسي والمستوى المدني، حتى الاتقياء المؤمنين الارثوذكس في منهم جبن وخاف وتراجع عن ايمانه، لكن هو لم يتزحزح وقال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. بدأوا هيدخلوا في مواجهة لاهوتية. كيرولوس قال إيه؟ ولون بيقول إيه؟ فاضطر يقولوا ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام وتعطى فرصة لمقارنة توماس لاون في ضوء البنود الـ12 للقديس كيرولوس. وقبل أن تنقضي 5 أيام وفي غيبة من كثير من وجود كثير من الأساقفة والقضاة المدنيين، دعوا القديس ديسكورس عشان يخلصوا منه في محاكمة محدودة. فاليوم اللي بعتوا له فيه كانوا حاطين حراس حوالين السكن بتاعه، الحراس منعين يخرج. فقال لهم اخرج ازاي والحراس اللي موجودين دول؟ امروهم. قالوا له مش مشكلتنا، احنا مشكلة احنا مهمتنا ان نستدعيك مش ان احنا نؤمر الحراس. فما قدرش يروح. بعد كده الدعوة التانية محبيه وصلوا له، قال لي خلوا له خلي بالك كتير من الاسقفة الارثوذكس مش موجودين، لان الكل خد خبر ان الجلسة هتكون بعد كام يوم، 5،
ولا القضاة المدنيين اللي هم بيشرفوا على تطبيق النظام موجودين. فراحوا قالوا له، قال لهم اروح في وجود الأسقفة وفي وجود القضاة. المهم حكموا عليه حكم باطل، غيابي وباطل، لأن المحرومين هم اللي حكموا عليه في مجمع غير شرعي، ولم يستطيعوا أن يحكموا عليه كهرطوقي، ولكن كان في صياغة الحكم لأنه دعي ولم يحضر. وقف أناطوليوس اللي هو أسقف القسطنطينية وقال لم يحكم على ديسكوروس كهرطوقي، يعني لم يجرؤوا في عز سلطانهم، يعني قوتهم وسلطان الظلم، أن ينسبوا إليه الهرطقة، ورغم كده خايفين. فادوله فرصة أخيرة، بعتوله الحكم ومعاه طوموس وتعليم مجمع خلقدونيا، قالوا له لو وقعت يرفع الايه الحكم. فقال لهم طب هاتوا الاول، قال لهم ولو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت. الكلمة ده قالها يمكن برضو في قصر الامبراطور لما تعرض عليها توماس لاون يتعرض، فراح مسك الورقة وكتب حرم لكل من يؤمن بيها. هو اللي ايه اللي حرمهم. وفي هذا المجمع تقرر الآتي: أولا قبل سؤدوريتوس اللي سب وعاب في البابا كيرلس، حتى لما دخل أسقف المصريين قالوا له ده عدو الله، عدو البابا كيرلس، كده أخرجتم كيرلس من بيننا بدخول المجمع، وادوا الحل الهيبة اللي أساء للبابا كيرلس أيضا. الموضوع مش موضوع البابا ديسكوروس. وأقروا ما قاله نسطور، ولكن بتعبيرات جديدة صاغها سؤدوريتوس أسقف قورش، بأن للسيد المسيح أقنوم واحد في طبيعتين وفعلين ومشيئتين. وقف سؤدوريتوس وشرح، قال نقصد بالأقنوم البروسوبون الواحد. وهنا عايزكم تصحصحوا شوية، اللي نايم يصحصح، هندخل في حتة لاهوتية ما هياش حدوتة تاريخية. نسطور كان بيقول ايه؟ احنا قربنا نخلص. نسطور كان بيقول ايه؟ حد فاكر تعليم نسطور الخاص بالسيد المسيح ايه؟ اللي فاكر يرفع ايده. طب قول يا ابني انت وايه بس كده، ايه تاني يعني؟ لا كلامه على بعضه ايه؟ عارفة ولا هتقترحي؟ طب قولي. طب عودي، انا بسأل فيما يخص السيد المسيح. طب قولي يا ابني كده. وضح ان في اعمال تنصب للاهوت وفي اعمال تنصب للناسوت، كده ابتدى
النصور قال ايه؟ لا هات لي بدون شرح، هات لي قول كده على طول، قول يا بنتي. طيب لكن التركيبة كلها مش فاكرينها؟ مش قلنا نصور كان بيقول بروسوب واحد طبعتين وأقنومين وبروسوب واحد، وبروسوب اللي هو القناع والشكل الخارجي، لكنه طبعتين وأقنومين مش كده؟ يبقى نصور بيقول بروسوب طبعتين أقنومين في خلق دنيا، قالوا ايه؟ قالوا أقنوم بمعنى بروسوب وطبعتين وفعلين ومشيئتين. فلو مسكنا حاجة حاجة كده، نصور قال بروسوب، خلق دنيا قالوا أقنوم وفسروا سؤدوريتوس انه يقصدوا بيه البروسوب، يعني معنى كده ممكن نقول بروسوب وبروسوب، صح؟ نصور قال طبعتين وخلق دنيا قالوا ايه؟ طبعتين. يبقى لغاية دلوقتي زي بعض تماما، صح؟ نصور قال أقنومين في خلق دنيا قالوا فعلين ومشيئتين. طب الفعل والمشيئة دي من الاختصاص الطبيعي او من الخواص الطبيعية ولا الأقنومية؟ نعم؟ لا، اللي عارف يرفع ايده ويقول، ما احبش الكلام اللي في الهيصة كده. اللهم للهيصة اللي كانت بتتقال دي راحت فين؟ قول يا ابني. الأقنومية، لأن الفعل والمشيئة قلنا الأقنومية اللي بتدي الفردية اللي بنميز بيها واحد عن التاني، ممكن بنميزه من أفعاله، من سلوكه، من إرادته، دي من الحاجات اللي بتتميز بيها. فلما أقول فعلين ومشيئتين تعني إن له إيه؟ أقنومين. يبقى نمسك تاني، بروسوب بروسوب، طبعتين طبعتين، أقنومين فعلين ومشيئتين يعني أقنومين برضو. يبقى في فرق بين نصور وخلق دنيا، فرق لفظي لكن المضمون واحد. طبعا كان النتائج المجمع ده سيئة جدا، وكانت يعني وبال على العالم وعلى الكنيسة كلها، وحصل انشقاق في الكنيسة بسبب هذا المجمع الشؤم الشرير. استشهد ناس كتير قوي 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 في كل مكان في العالم، لان الارثوذكس ما كانوش في مصر بس، كانوا في كل انحاء العالم، في القسطنطينية وفي سوريا وفي كل مكان في ارثوذكس كتير. وبقى في اتهام موجه دايما لخلق دنيا انه تعليم نسطوري، حبوا يخففوا او يداروا على الحاجات دهيت شوية، فبدأ يبقى في تلاعب بالمصطلحات وتأويل لكلام البابا كيرلس. عشان كده جه القديس ساويرس بعد كده وبدأ يسلمنا تعليم القديس كيرلس، وأصبح الخلاف بيننا وبين الخلق الدنيا يتلخص في نقط محددة اعرفوها، مش شرط اشرحها لكم لان مش هتكونوا مهيئين للشرح دلوقتي. في فرق بيننا وبينهم في مفهوم الاتحاد الطبيعي، في مفهوم الاتحاد الأقنومي،
في شرح التعبير القديس كورولوس قالوا طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، أو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، يفسروها ازاي غيرنا؟ في خلاف آخر حوالين مصالحة 433، هل المصالحة دي هي الإقرار بقرارات مجمع أفسس، ولا كان في صيغة للمصالحة أقر فيها القديس كورولوس بالطبيعتين؟ لأن ممكن تسمعوا كتير كلامهم مصالحة 433 وينسبوها للبابا كورولوس وكأن هي البابا كورولوس، ولغوا ما يتكلموش على البنود الـ 12 ولا أي حاجة، أو لو قابلوها يفسروها بطريقة تاني في ضوء المصالحة التي يدعونها. التفاصيل اللي قلتها لكم النقط دهيت دي اللي عايز يفهمها بقى في الكورسات بتاعة الكريستولوجي اللي هنبدأها قريبها وهنستأنفها قريب، هندخل في الكورس الرابع. بس اللي عايز يدخل فيها لابد ان يدرس الكورسات الاولى الاول، طبعا مش كتير منكم يقدروا يدخلوا فيها، لكن اللي ربنا يديله نعمة ويقدر فلازم يدرسها اونلاين دلوقتي بسرعة عشان لما ندخل في الكورس الرابع يقدر يكمل معانا.